السلام عليكم، أنا سعيد جدا. اليوم تاريخ طبعا 10/2/2022. أنا سعيد جدا لهاي العائلة، حاب أبارك لهم. هذا الطفل الثاني بنولد معنا. الطفل الأول كان برنامج الحق المجهد للأطفال الأنبي، في مشكلة كانت في العائلة وجاهم ولد، وبعد سنتين ونص حمل الطبيعي. أنا حبيت أبارك لهم مرة ثانية، باركناهم قبل سنتين ونص بنجاحنا في برنامج أطفال الأنبي، وبنحكي لبقى كثير من الناس. في بعض أحيان أول مرة بحملوا عن طريق برنامج أطفال أنابيب، لكن المرة الثانية برجع بحملوا طبيعي. هاي فرصة تزداد فرص الحمل الطبيعي بعد المرة الأولى في برنامج أطفال الأنابيب لكثير من العائلات. وأقول لكل العائلات لا تقنطوا من رحمة الله، طاقة القدر بس تنفتح للجميع، وإن شاء الله دائما وأبدا لكل أمهات بدعي لهم من كل قلبي إنهم يحملوا. إحنا اليوم تاريخ 10/2/2022، إجت هاي البنوتة لأخ إلهم، لهاي العائلة المحترمة اللي كان عندهم مشاكل عند فحص السائل المنوي، جاهم طفل قديم عن طريق برنامج أطفال الأنابيب، والآن صار عندهم طفل جديد سليم، بنوتة تكتمل العائلة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. إحنا اليوم سعيدين، مبارك لكل العائلات، وأقول لكل الناس إحنا مجتهدين، وإن شاء الله يا رب الرزق يجي لكل الناس. مع السلامة. مركز ميسان للإخصاب والوراثة دائما مستعد، وإن شاء الله دائما نضلنا مستعدين، والرزق من عند الله. السلام عليكم. مع السلامة.